أوقات الفراغ في سان فرانسيسكو قليلة كسائر المدن الكبرى في الولايات المتحدة، فالحياة عمل متواصل وجد ونشاط، والمسافات الشاسعة تقف حائلا بين تزاور الأصدقاء والمعارف إلا قليلا في المناسبات الرسمية والأعياد، فالكل منهمك في عمله أو دراسته أو شؤونه. فيش أصحاب عرب كتير هنا، إذا بدك في البلاد العربية فيها تقدر تروح تلاقي أصحاب عرب، هذا هنا كلهم أمريكان، والبلاد العرب اللي هنا مش زي العرب في البلاد العربية. أينما توجهت تجد الإنسان العربي يولي موضوع التقاليد أهمية بالغة في عالم اختلط فيه الحابل بالنابل. احنا العادات مالتنا والتقاليد تظل موجودة بصيغة وجود أم وأب عرب في البيت، وهذا يساعد كثير. بعدين عندنا شيء واحد انه كل شيء له حدود، هذا من اول مره علمناهم اياه، فالبنات في البيت الطلعه لها حدود، يشتركون بنوادي عربيه، نشاطاتهم مع المجتمع العربي. بس يحمل العربي في قلبه اينما توجه صوره وطنه الذي ولد فيه وتنسم عبير هوائه، وتعلقه هذا بوطنه يشحذ نفسه دائما بالحنين حتى ولو طال العهد بالغربة في المهجر. فعلا عملت زيارة في الشهر في السنة الماضية لأول زيارة لليمن، وكانت زيارة ممتعة جدا، وجدت أن الفرق شاسع في اللحظة اللي تركت فيها اليمن واللحظة اللي رجعت إلى اليمن فيها. هجرة الإنسان من بلد إلى آخر قديمة قدم الإنسانية، ومن أهم أسبابها طلب الرزق والبحث عن فرص أحسن ومستقبل أفضل، وهذا ما حدا في الماضي بالآلاف من العرب للهجرة إلى العالم الجديد. أما وقد ازدهر الوطن العربي من جميع النواحي خاصة الناحية الاقتصادية، فإن معظم القادمين الجدد يأتون للالتحاق بالجامعات، وإذا ما أفلح أحدهم ماديا ترى كيف يكون مصير هدفه الأول، ألا وهو طلب المعرفة. تركت أنا عمان قبل 12 سنة على أساس أجي أنه هون أروح على الجامعة، ورحت على الجامعة لمدة 5 سنين، كنت أدرس وأشتغل بنفس الوقت، بس في الآخر لما جيت أتخرج صار في دروس كتير وعمل كتير فتركت الجامعة واضطريت أني بس أضل أشتغل. وأنا كنت محظوظ كتير، اللي أول ما بلشت أشتغل كنت أشتغل في مطعم مشهور كتير، هذا المطعم في سان فرانسيسكو هو، وبيجي سياسيين، بيجي ممثلين، بيجي مغنيين مثل توم جونز وأندي ويليامز وفايس بريزيدنت مانديل لما كان رئيس مساعد رئيس الجمهورية، فبيجي عالم عاديين كمان، يعني مش بس إنه ناس كبار. والمحل هذا محل كويس، وصاحب المحل كويس، واللي بيشتغل فيه كويس، فيه بترقى دائما. وأنا لما كنت أشتغل قاعد كنت شغيل كويس وصرت مدير المحل. عاد لما صرت مدير أنا حبيت إني بقية الشباب العرب أساعدهم زي ما أنا صار فيي، لأني بعرف مشاكلهم، فكنت أحب أشغلهم عندي على أساس إنهم يصيروا ويشتغلوا كويس ويساهموا صار كويس. قبل حوالي 3 سنين ونص روحت على البلاد على عمان، قبل 4 سنين ونص 77 روحت على عمان، خطبت، وبعد سنة تجوزت، وبعد سنتين جانا السيد عمر، وهي احنا قاعدين هو مبسوطين. وبالرغم من الاستقرار ومخالفة الحظ، إلا أن العربي يولي تربية أطفاله تربية عربية أهمية بالغة نظرا لتفاوت البيئة والتقاليد. هذه إن الفتيات الأمريكانيات عندهم مجال كتير، ومجال هن متخدينه غلط، مش الطريق المضبوط اللي لازم يتخدوها. فمثلا الواحدة بتكون عمرها 14 سنة
بمجرد ما عملت مشكلة مع أمها أو مع أبوها تلاقيها تطلع من البيت، وهذا غلط. لازم الأسرة أنها تقعد وتناقش إيش المشاكل اللي الأولاد بيواجهوها وضلهم مرتبطين مع بعض. فأنا إن شاء الله إنه بنتي إذا أجتني بنت إني بربيها كتربية عربية. طبعاً حرية المرأة في أمريكا هي بتختلف عن كل بلدان العالم، فإذا حاولنا إنه نتكلم عن الفرق بين حرية المرأة العربية أو المرأة الأمريكية فهذا فرق كبير جداً، لأنه هو عوائدهم بتسمح لهم بالأشياء هذه، دينهم بيسمح لهم، تقاليدهم بتسمح لهم بالأشياء هذه. طبعاً فهذا فرق كبير جداً. الله أكبر سبحان ربي الحمد سبحان ربي الحمد سبحان ربي الحمد الله أكبر دخل الله رحمي ويبادي وجميع المسلمين الله أكبر سبحان ربي الحمد الله أكبر تحياتي مع السلام الطيب أسألك يا السلام أكبر النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم على سيدنا إبراهيم على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج المختلط بين قوميتين مختلفتين يدخل عنصرا جديدا في تقارب أو تنافر ثقافتين، إلا أن هذا العربي حالفه الحظ للتوفيق بين دينه الحنيف ولغته الأم وتقاليده العريقة. مدام اليحيى تطبخين أكلات كويتية؟ يمكن ثلاث مرات في الأسبوع. أنا أطبخ قبوط. أيوة. يريش. مرقوق. مثل قبوط. أيوة. ماما. لحم مكروز. لحم مكروز. أكيد بياي وإزبيدي. زبيدي هذه أكلة كويتية سمك. سمك. هذا السمك لازم تحصل تروح سوق السمك بكير من الصبح الساعة 4-4:30 to get that kind of fish. فيعني يعني السمك هذا موجود بس في الخليج العربي حصلا. أم خالد حاولتي تغيري عادات عثمان؟ لا. لا. ما يصير. لا بالعكس انا غيرت عاداته. هناك العديد من العرب الذين يتخذون من العالم الجديد مكانا لإقامتهم الدائمة، وربما تزوج احدهم فتاة غير عربية، ومع ذلك فإن تباين البيئة والثقافة يقفان بعد حين حاجزا بين الزوجين، مما يؤدي الى انفراط عقد الزواج، وهنا الطامة الكبرى. هذا الوضع حدا بهذا الفنان أن يخرج فيلماً عالج فيه هذا الموضوع. في كان كتير طلاب عرب لما إجوا على أمريكا صادفتهم ظروف صعبة خصوصاً بزواجهم لأمريكان. المجتمع الأمريكي والمجتمع العربي كان دائماً في تنافر. أنا وتيري جربنا نكتب عن حياة الطلاب وخصوصاً الطالب العربي في أمريكا. فتاري كتبت شخصية سمير. أنا لعبت دور شخصية عربية، طالب من لبنان اسمه سمير، إجا على أمريكا ليدرس الهندسة وتزوج أمريكية، ولكن زواجه ما كان موفق فزوجته تركته. وبنفس الوقت سمير كان عنده مشاكل خاصة نفسية ترجع إلى الأيام اللي كان فيها بلبنان، لما أهله كانوا دائما يوصوه بأنه ما يتزوج بأمريكا من أمريكان، لأنه الطلاق في أمريكا كتير. كانوا دائما يوصوه بأنه ينبي على دروسه ويخلص مدرسته في أسرع وقت ليرجع لبنان يكون معه. ولكن لما اجى على امريكا تزوج امريكيه وبقي في امريكا وما خلص مدرسته، فهيدي المشاكل النفسيه اثرت عليه كثير، وخصوصا لما مرته تركته. بالفيلم سمير بيموت في حادث سياره. فدور سمير عبر كثير عن الوحده في امريكا
وعن الزواج وعن الأحوال المجتمع.